السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم كما كتشوفوا معايا في هاد الفيديو غادي نحضر معاكم واحد تحليه بارده، ما غاديش تحتاجوا الفران، وسهله ومقادير بسيطه، وحتى الطريقه ديالها سهله بزاف. نتمنى تجربوها وتعجبكم، ونخليكم مع الطريقه والمقادير. ودابا غادي نبدا معكم في الطريقه والمقادير ان شاء الله. بسم الله. غادي نحتاجو البسكوي صابلي او لا هنريس، اي بسكوي عندكم. هنا يحتاجيت 4 ديال لي بسكوي حيت عندي المول شويه كبير. وغنحتاجو اترو ديال الحليب، وجوج ديال لي ساشي، جوج ديال لي ساشي ديال الكاكاو، وواحد الساشي ديال فلون كراميل. فلون كراميل كيجي زوين. وغادي نحتاجو مايزينا، هنايا غادي ناخدو المول ديال الزاج او لا اي مول عندكم نتوما، يكون صغير او لا كبير، المهم على حسب داكشي اللي عندكم. غادي نستفو فيه البسكوي بحال بهاد الطريقه هادي. نديرو الطبقه الاولى كتكون بالبسكوي كما كتشوفوا. غنستف البسكوي في المول كامل، ومن بعد غنسقيه بالحليب من الفوق. Thank you.
بالنسبه للطبقه الثانيه اللي غنديروها بالفلون، غنحتاجو فيها واحد الاترو ديال الحليب، واحد الفلون ديال الكراميل، واحد جوج ساشيات ديال الكاكاو. وغنزيدو السكر، غنديرو تقريبا واحد 5 د المعالق ديال السكر. المهم السكر كيبقى على حسب الذوق، الا كتبغيو نتوما الحلاوه بزاف تكثروا، والا ما كتبغيوش تقللوا السكر. وغنديرو 3 د المعالق كبار ديال النشا. صافي، وغادي نخلطو الخليط مزيان مزيان، وغنديرو فوق البوطه حتى يعقد لينا، عاد غنزيدوه فوق الطبقه الاولى. من بعد ما عقد لينا داك الخليط، غنديرو فوق الطبقة الثانية كما كتشوفو. هنايا غادي ندخلوها المجمد باش تبرد وتشد راسها شويه، وصافي من بعد ما كتبرد كنخرجوها من الفريكو كنزينوها. بالنسبه للتزيين، انا زينتها بالقرقاع. التزيين كيبقى اختياري، تقدروا تستعملوا الكوك او لا اللوز ايفيلي، المهم كيبقى داكشي اختياري، كل واحد وشنو كيعجبو يدير. تقدروا تستعملوا حتى الكاكاو من الفوق، كيجي زوين حتى هو. مهم، هذه هي التحليه ديالنا البارده. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم واستفدتوا من هذا الفيديو. نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله.